مساء الخير مشاهدينا، نحن وياكم بسهرة عمر جديدة 12 من رمضان. سهرة 12 نحن وياكم عم نترافق كل ليلة. قد الوقت بيمرق بسرعة، قد الأيام عم بتمر بسرعة، الأهم أنه نعرف نترك بصمة، وهالبصمة كل ضيف من ضيوفي هو نجم بمجاله عم يقدر يترك بصمة ويحقق أكثر من حلم عم بيكون عم بيوصله لكل الناس، عم بيحقق ذاته وعم بيكون إضافة دائما. حتى عنا بالبرنامج لما نحكي نحن وياهن عنهم ومعهم دائما نحكي بتفاصيل، أوقات لأول مرة منفصح عنا، وأوقات منحكي عن رحلة حياة ضيف الليلة. لما نحكي عن بصمة، إيه بصمة أكثر من هيك، فيها أهمية بعالم المطبخ، بعالم الطبخ، بعالم الهضامة، بعالم الشهرة وبعالم تلفزيون لبنان. هو علامة فارقة بتلفزيوننا، أهلا وسهلا فينا نحن عنده، لأنه هو من 98 ولليوم نمبر 1 نياله، لأنه البرنامج والحالة يلي قدر يخلقها من هالمكونات يلي بدنا نعرف سره ونعرف شو سحره اليوم ونحاول نكتشف وناخد منه الطبخة والسر على الهواء، هو الوحيد يلي قادر يعطيها، يلي قدر يعطيها للمشاهد من خلال هيدا المحطة. ضيفي هالقد مميز، هالقد قدر يعمل حالة نمبر 1 بكل شيء قدمه بأي مجال فات فيه، وحتى بالغناء قدر يسيطر على الكل ويكون كمان نمبر 1. هالقد عنده كاريزما، هالقد عنده حب للحياة، للمطبخ، هالقد عنده حب لكل شيء بيعمله بحياته، مشان هيك هو رقم صعب ما قدر حدا يخترقه لحديث اليوم. ضيفي بالحلقة 12 من سهرة عمر، نحن وياكم رح نستمتع بسهرة مع شيف أنطوان الحاج. شيف مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ رمضان كريم. ميرسي، ورمضان كريم لكل مشاهديناك، وبرنامجك كثير حلو. الله يخليك. وهي سهرة من العمر. من العمر. هي سهرة عمر، سهرة من العمر. بوجودك، بوجودك. ميرسي يا حبيبي. تفضل شيف. ميرسي. أهلا وسهلا فيك، يعني هيدي الحلقة ناطرينها مناطرة، مش بس نحن، مش بس أكيب العمل، الناس كلهم، لأنه أنت هالقد شخص عزيز مش بس على تلفزيون لبنان، على كل لبنان. تسلم. شرفتنا. أول شيء أنا بشكرك على المقدمة الحلوة اللي هي نابعة من القلب، وأنا ببيتي مزبوط، لأنه أنا بعد حالي من أهل البيت. صحيح. وهلأ أنا بصالون البيت. صحيح حضرتك. يعني كنت تونيك عندي غرفة بالبيت أو مطبخ البيت، هون كمان الصالون تبع البيت. يعني لما نستضيف أهل البيت منكون عم نبرم مثل ما قلت بغرف، من غرفة لغرفة، من غرفة لغرفة، لحتى هيك نفرجي إشياء يمكن مش دائما بنفرجيها للناس. دائما بيعرفوا شيف أنطوان ببرنامجه، كلنا منتابع بعد الظهر، كبار صغار سيدات، يعني ما في حدا إلا ما بينطر، وولاد كمان، وولاد صغار، يعني مش معقول هالحالة. وجه لهم تحية. أنا أكيد كمان تحية من خلال برنامجك. تسلم. من سهرة العمر، وإن شاء الله هني على طول يقضوا أيام حلوة وسهرات حلوة يا رب. شايف حضرتك المدير المعهد الفني الفندق اللبناني ورئيس اللجنة الفاحصة الفندقية بلبنان، وحضرتك مستمر ببرنامجك على تلفزيون لبنان، صاروا هلأ 19 سنة من 98، نحن اليوم بال 2017. قد ايه الوقت بيمرق بسرعة، قد ايه الحياة هيك الواحد على غفلة أوقات بتصير الأمور معه ما بحس شو عم بيصير معه. بحس حاله واحد إنه من سنتين مبلش بتلفزيون لبنان، مثل ما قلت بيمرقوا بسرعة، وبتخيل من أول مرة وقت جيت لهون كيف كان الجو، كيف بلشت، كيف، مع إنه أنا كنت بغير تلفزيون، كمان كنت بتلفزيون أنتين بلس. صحيح. عاد سنتين ونص يلي هو اليوم بيسموه هي تلفزيون هي. صحيح. وطلعت على الام بي سي 9 أشهر، وأوربت لشهر رمضان الكريم، عامل كمان 3 سنين ورا بعضهم، مقدم لهم 30 وصفة. صحيح. بس اللي عملته واللي حققته بتلفزيون لبنان، يعني حضرتك كانت إضافة لتلفزيون، والتلفزيون عطيك كمان يعني 19 سنة هالقد صار في ارتباط. رح نحكي بكل هالمراحل، على كل حال رح نبرم من فقرة للتانية، رح نحكي بالتفاصيل. كتاب مأكل الهنا يلي صدر بالعام 2014 شاف، صدر على أكثر من 24 سيدة تقريبا، يعني بموسوعة، خليني أقول موسوعة مأكولات بعالم الطبخ، تقريبا ما يعادل 600 وصفة. يعني اسم الله عليك، أول شيء هالوصفات، وفي أشياء حضرتك بتكون حاطط التاتش تبعك، يعني بتكون مخصصة للشيف أنطوان. قد ايه في صعوبة وقد ايه بده يكون في حنكة بطريقة الأطباق كمان بصناعتهم؟ هلأ هي الحنكة موجودة، وأهم شيء الإنسان إنه يحب مهنته وبس يشتغلها بشغف وبحبها ويكون قدير فيها، أول شيء بيوصل، وتاني شيء بيكون يوصل، يعرف يوصل الرسالة، إن كان للطلاب
وإن كان لستات البيوت. أنا من خلال تعليمي اللي أنا صار 42 سنة أستاذ فندقية. نعم. ونحن عنا مختبرات مثل ما بيعملوا مختبر الدم بالمستشفيات للإنسان، كمان نحن عنا مختبرات للأكل، وهالمختبرات بنعمل دراسات على كل أكل تقريبا لنعرف، لصير أعرف أنا تحديدا. منشان هيك عندي كتير من خريجين مستلمين أوتيلات إن كان بلبنان والدول العربية كلها، لحتى في بالدول الأوروبية وبأمريكا والمناطق الجنوبية بأمريكا. نعم. الجنوبية، ومثل السفرة هني موجودين. ليه؟ عم نعلمهم بطريقة من بعد ما اختبر. مش المهم تعرف تطبق الأكلة، الأهم تعرف إنه كيف تضلك كل مرة تطلع الأكلة طيبة بأبسط طريقة، وكيف وليش بطلعت طيبة. يعني في أوقات في إشياء بتعكسك. نعم. بدنا نعرف كمان يلي هني بيعكسوا، منشان هيك أنا بشرحهم بطريقة كتير مبسطة لست البيت والكل عم يحضروا تلفزيون لبنان، مشان يصيروا يحضروا هالأكلات بكل بساطة بطريقة قريبة قريبة، ويطلع بالوقت زيته أطيب المأكولات. يعني هي النتيجة تطلع أطيب المأكولات. شاف على كل حال، هلا إذا بدك حدا يدوق أنا بالخدمة، يعني تليفون واحد بخاطرك. ليش لا؟ أهلا وسهلا فيك، كمان بنعزمك لعنا على الفندقية كل يوم في أكل. تسلم. من التنين للجمعة، خميس وجمعة بنعمل بيفيه 40-50 صنف. ايه خلص، لكن أنا حتصيروا تشوفوني كتير على هالمعدل. أهلا وسهلا فيك. شيف، لما الواحد يحكي عن سر الطبق، لما يحكي عن هالمكونات يلي كمان متخصصة بكل شيف، بكل شخص هو بحط من حاله فيها، اليوم من بعد هالمهنة الكبيرة يلي عملتها إن كان بعالم التعليم أو حتى كمان على التلفزيون، رح نحكي كمان الشاشة قدي كانت هيك إضافة كمان للكاريير اللي حضرتك كنت عم تنحتها كمان من خلال التعليم. اليوم لما الشخص يكون هالقد دقيق بعمله، هالقد دقيق بشغله، عم يخلق هوية. اليوم الهوية يلي كان عم يخلقها الشيف أنطوان وما زال مستمر فيها، شو السر تبعها لهالقد قدرة تطبع؟ يعني ما في مرة عم بتدرس ولادها إلا ما بتحضر الشيف أنطوان وبتوقف كل شيء هي وعم بتتابع، ما في ولد إلا ما بيقعد بيحضر، ما في شخص إلا ما بيتابع وكله بيقول ريفيرنس شيف أنطوان. شو السر؟ أول شيء أنا بشكرهم على محبتهم لإلي، وأنا بحبهم من قلبي. أنا وقت بعطي رسات بعطيها من كل قلبي، وبعطيها بطريقة كتير مبسطة لتزبط معهم الأكلة. نعم. ما في أعطيهم وأكذب عليهم، لأنه الناس أكتر الناس 80% أو 90% من العالم يلي بيحضروا الشيف أنطوان أكتر كلهم بتلاقيهم أذكياء، كل واحد مثل مدير مطبخة هي الست ببيتها، طبيبة أطفالها ببيتها للطبخ. كل ست بيت بتعرف من هون. يمكن كمان في ست بيت منا شاطرة بالأكل بس شاطرة بالحياة التانية، بس معناتها عندها معلومات بس مش عن الأكل. وقت اللي عم تجي تسمع طريقة للشيف أنطوان تجي بتقول بدي جربها، بتجربها وبتطلع معها هي مش عم تصدق إنه طلع معها هيك. ساعتها بدها تحبوا للشيف أنطوان، قالت ايه وقالت لا. وكمان البنت يلي بتكون بعدها بالجامعة وتجوزت هي من الجامعة، مش فايتي ولا نهار قالي لي بيضة مش قالي، بتشوف كتاب الشيف أنطوان، تقرأ الرسات، بتطبقها، بتطلع معها 90% مثل كأنه الشيف أنطوان عم يطبخها. ليه؟ لأنه مبسط لهم الأمور. أي ست بتتصل فيها خلال البرنامج، وبرنامجي مثل برنامجك اليوم مباشر، وانا ما تعودت وما بحب اطلع الا مباشر. المباشر يعني لعبه المباشر لا يعلى عليها، لا يعلى عليها. صحيح. ايه مش بدنا نقص ومنتج دغري مباشر. رح نحكي عن قص ومنتج على كل حال. في ناس بتقص وبتمنتج، بس في ناس دغري مباشر، في ناس تطلع وانا مباشر. بقول بالعكس، حلو المباشر وحلو الكلمه الصغيره، والاوقات الكلمه بتكون هيك مبسطه، والاوقات يمكن كل واحد بيفهمها على طريقته. يعني حلوين هودي، هول بيخلوا الناس يحبوا الشيف أنطوان. صحيح. يعني نعم. هالمكونات يلي عم تحكي عنه، وكمان معروف حضرتك بشغلة انه هالقد بتبسط الامور وبتقربها لكل الناس، يعني ما عندك مكونات هالقد غالية، هالقد مش موجودة، هالقد يعني اكيد اذا الطبق يعني بيستلزم هيك بتحط فيه، ولكن هالقد انت قريبة من العالم، عرفت سر مفتاح اللبناني يلي هو بده شغلة يقدر يعملها ويكون مبسوط فيها وتكون الجيبة كمان مبسوطة فيها. اكيد هيدا سر كبير، لانه اذا الجيبة بتتعب الرجال بيتخلى على المرأة، وإذا تخلق على المرأة بيصير في احتكاك، وإذا يصير في احتكاك ببطل يطلع طبخة. ساعتها يا بتجيبه جاهز أو ساعتها بيعملوا سندويشات. صحيح. لا، أهم شيء بالعلم يعرف الإنسان يوصل الرسالة، والرسالة أنا
عم بعرف لكل الناس حسب أعمارهم بطريقة كتير مبسطة إنه وصل رسالتي تدمج بين الصغير والوسط بالعمر والكبير والختيار. رجعت المأكولات لطريقة أكل أمي الله يرحمها، رجعت المأكولات لكل ست بيت على أمها. الأم تتذكر، تصير البنت تتذكر أمها كيف كانت تطبخ، ولكن أنا هندستها، زبطتها بطريقة كتير هويني، واستغليت طريقة كتير حلوة، يعني استغلال إنه وفر المكونات الموجودة، مش روح مثل ما عم تقول تساوي أكلة مش موجود أصنافها تقعد يفتشوا عليها وتصير الأكل مكلفة $100 قبل ما تنطبخ. هذا الصحن الواحد، يعني الصحن الواحد يمكن. من هون أنا جيت وصرت ابتكر بالإضافة للمعلومات اللي هي عندي أصناف وأطباق بموسمة، وأنا بركز على الموسم. ليه الموسم بركز عليه؟ يعني إذا برجع شوي 3 أشهر لورا بتلاقي كيلو اللوبي ب10,000، اليوم كيلو اللوبي ب2,000، كيلو الكوسة من 3 أشهر ما بتلاقيه ب7,000-8,000 وما بيتاكل وما إله طعمة، أو كيلو الخيار ب4,000-3,000 ما إله طعمة. اليوم بتبلش تلاقي موسم الخيار بالجبل بلش يطلع بطريقة الارتفاع 600-700 متر، بتلاقيه ب2,000 إله نكهة وبلدي، طيب بلدي في ريحة الخيار صحي. الكوسة بتعملها هلأ الكيلو ب1,500-2,000 صحي وطيب. أصبح الهدف الأساسي هو مش تتصيد سمك وتعطيهم لناس فقراء أو ناس عاديين وتقولون هاي أكلة سمك، الهدف تعلمهم كيف يصطادوا، وأنا كان هذا هدفي. صحيح. كان هدفي أعلم كل ست بيت، والست البيت تعلم بنتها، والرجال الهوي الأكل، وكل شخص عنده أي شغف أو أي شيء بعلم الطهي وفن الطهي ياخد مني معلومات ويطبقها وتزبط معه، وتكون سهلة جداً، وتكون سهلة جداً متوفرة ومنها مكلفة. صحيح. أكل شيف كمان خلقت لغة خاصة فيك على الهواء، قدرت هالقد تفوت على القلب، قدرت هالقد تدخل على كل بيت. قبل ما نحكي بهذا الموضوع وهيدا أكثر من ذكاء وحنكة بهذا الموضوع لحتى تقدر تدخل على مطبخ كل بيت، رح نشوف بعض المقتطفات اللي جمعنا لك اياهم بسهرة عمر، هيك نتذكرهم نحن والمشاهدين ونرجع نعلق على هذا الموضوع. رح نشوف سوا. أكلة الشيف أنطوان هي أنتريكوت ألكساندرا. هالاسم جاي يمكن كانت هالأميرة ألكساندرا كانت تحب هالنوع من الأكل وسموا هالأكلة على اسمها. هالريحة الحلوة فعلاً طيبة. شو هلا تأكدتي مزبوط إنه الشيف أنطوان بحضر أكل طيب؟ أنا هلا خبروني في رجال على مرته أنا بدي رش لك ملح وبهارك. قال الشيف أنطوان قال مسكونه صار يعمل لها هيك الجوال المطبخ. نحييكم على شاشة تلفزيون لبنان، ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول مأكول الهنا، مأكول الشوربة، لأنه تأس بارد فعلاً سقعة كتير قوية، ومن شان هيك اليوم اخترت لكم صنفين من الشوربة. كرات يلي هو أساسي، كرات يلي هو أساسي. أنا بحب أعلمكم كل شيء على الهواء وكل شيء بيصير يعني بالمطبخ. نحن عم نحضر كتير اشياء بتتطور وبتصير معنا، ولكن المهم انه كيف منقدمها وكيف منزينها. منقلكم الف صحتين من تلفزيون لبنان وعلى ام الفلافل يلي حضرنا لكم اياها، ونشوفكم بحلقه جديده ونقلكم باي باي. ام الفلافل، ام الفلافل. ام الفلافل هاللغه القريبه، يعني الشوربه يلي استغليت الشتويه وغيرت اسم البرنامج كرمالها، يعني قد ايه هالقرب من المشاهد، قد ايه اللغه يلي بتستخدمها كمان هي قدرت تكون عامل اساسي لحتى يكون في ثقه كمان، لانه الناس هالقد بتوثق بالشيف انطوان. يعني خلص شيف انطوان إيه، يعني مقدس الخبريه اكيد ظابطه واكيد ها هي. وانا بقول لهم الليله عبر برنامجك سهرة عمر اكيد هاي هي، اكيد هاي هي. هلا اكيد عم بيجي يقول انا مثلا بكون جاي مستعجل مثلا، وانا نحضر الاغراض انا والشيف عبدو نطلع بسرعه، وانت بتعرفت اليوم انه بيصل على الاخر، انا دغري على الوقت على يعني الوقت. هلا في ناس بيخمنوا انه بيجي قبل ساعه وبيقعد يظبط شعري، شعري ما في شيء بتجنن عادي بعمل بتجنن ماشي، لا بحط مكياج بيقعد يظبط اموره، بيطلع بيحضر بيقرا شوي بشوف المواد. لا اوقات بنطلع يمكن قبل دقيقه. صحيح. نحضر حالنا وبنطلع على الهواء، وانا فخور بهالشيء، فخور برجع بقول فخور، لانه عندي سرعه البديهه، عندي المعلومات وعندي الشيء اللي بدي اعلمه. هلا انا
بدي اعمل لهم شوربتين وهو تاسبيرد. جيت قلت لهم اليوم اهلا وسهلا فيكم ومأكول لها، انا مأكول الشوربه ما بدي تيجي بده ياكله كمان. هلا طلعت معي مأكول الشوربه، شو المشكله؟ هلا لو هشام عم يشوفنا بدي نكد، بس بنقول له قصه منتج، نحن على قصه منتج حطوا مشي، ما بهمنا. رح نحكي على كل حال، رح نحكي عن هشام، رح نحكي عن كل البرامج يلي كمان كتير استغلوا هيدا الموضوع حتى هن يعملوا ريتنج على حساب الشيف أنطوان. رح نحكي بهذا الموضوع. شيف، حضرتك اليوم بصدد انك تحضر كتاب مأكولات للحمية الغذائية الصحية، قديه هالخطوه بتحافظ على الخط اللي شيف أنطوان عمله، بنفس الوقت كمان بفوت على مقلب آخر وعلى جمهور آخر كمان ممكن يستفيد من خبرة شيف أنطوان؟ أول شيء أنا مادة التغذية أنا معلمة 9 سنين بالمعهد الفندق. صحيح، معلمة 9 سنين ما بسمع. تاني شيء أنا كمان صحلي الشانس على أيام أستاذ نهاد دموس، عنده زميله بالمستشفى الجامعة الأمريكانية. جيت عملت 16 سنة ونص خصوصي بمحل اللي بيعملوا الحمية، بيعملوا الحمية وللناس يلي بدي يوصفوه ل 600 سعرة و 800 سعرة و 1100 سعرة و 450 سعرة، والعمل أكسيدون مش قادر يأكل من تمه بدل طعميه بمنخاره، كلهم عايشهم ومنطبقهم ومنطحنلوا إياهم ومنعطيه إياهم، بيعطوه إياهم بالقطارة. أصبح أنا شغلي شغف فيها غير الأكل، ومع احترامي لكل اختصاصيين التغذية ولحتى بعض الأطباء، مزبوط إن بيحكوا وما بيغلطوا بكم بالكالوري وبالسعرات، بس ما فيك تيجي تقول أكلة فاصوليا ولحمة الصحن لإلا بيعطي 400 سعرة إذا هو عم يحط الزبدة إن كان للرز أو إن كان للفاصوليا، زاد 10 جرامات نطت معه دغري 80 سعرة حرارية الصحن. أصبح بدنا نعرف شو حطينا من مواد بكل الأكلة وينقسموا على عدد الأشخاص يلي بيأكلوها ليطلع مزبوط السعرة الحرارية لكل طبق. صحيح. من هون أنا ملم بهالشغلة وعن ثقة عم بعطيها، وبعرف كل شخص كيف بيأكل يعني بالأكل بده يأكله، وأنا بطبعي بقول الإنسان خلق ليعيش وما يكون مبسوط ويستلذ بطعم الأكل. الأكل يا شادي متعة. صحيح، متعة متعة يعني ما إلى مثيل، لأنه ما إلى مثيل، وكل طبق ما بيشبه التاني على كل حال، وكل منطقة عم تأكل فيها بتكون مبسوط فيها غير المنطقة التانية. صحيح. من شان هيك إذا أنا بدي روح أنا وياك مشوار بدي أقول لك يا شادي بكرة بنطلع منطقة فلانية ونأكل كذا، بدي روح لعندك على البيت بك تعمل لي أمك شاطرة بأكل تفلاني بك تعمل لي هالأكل، يعني الموعد وتركيبة الرحلة أو الويك أند أو المشوار مع الأكل. أصبح الأكل هو جزء أساسي من حياتنا وبالوقت ذاته من لذتنا. صحيح. من هون أنا بيجي بقول إنه حرام الإنسان خلق على هالدنيا إله عمر بده يعيشه، يمكن واحد بالعشرين يروح، يمكن بالأربعين، يمكن بالسبعين، يمكن بالثمانين. أول شيء لازم يعرف يحافظ على صحته بطريقة الأكل اللي بده يأكله، وتاني شيء ما يحرم حاله من المأكولات الطيبة ولكن يأكلها بطريقة منا كتير كميات كبيرة وبالوقت ذاته كيف محضرة. وإذا بيرجع لإلي يلي بقوله أنا إنه يأكل الأكلات بموسمها، أنا بقول لك إنه في كتير ناس بيضل عندها المناعة إنه ما يصير عندها الأمراض وبعض الأشياء اللي بتدخل على جسمه. صحيح، هذه شغلة أساسية جدا. شيف، رح نحكي عن مرحلة تلفزيون لبنان، قدي تلفزيون عطيك وحضرتك بالمقابل كمان عطيته على مدة 19 سنة، رح نحكي بكتير تفاصيل، نرجع بالزمانات لورا، نبرم من فقرة للتانية. اسمح لي نفوت على بريك أول بحلقتنا لليلة. بدي ذكر كمان المشاهدين يلي فيهم يبعثوا أسماسات على 10-13-90 أو SO يلي هن أول أحرف البرنامج سهرة عمر، وسؤال الشيف أنطوان يلي عم نترافق فيه، بأي عام بدأ الشيف أنطوان
أنطوان العمل بتلفزيون لبنان 1990 98 أو 2005. أكيد بتحذروا، بياخدوا رجاء اتصالاتكم تحت الهواء. وبختام الحلقة منخبركم، وأكيد أصلا رح نفصح على الموضوع خلال الحلقة، منساعدكم شوي، وليرة ذهب من نصيب شخص منكم مثل ما صرتوا تعرفوا بختام سهرتنا الليلة. شيف أنطوان منور، نجم عزيز بسهرة 12 من سهرة عمر، الله يخليك. وأنا على طول صدقني عم بحضر هالبرنامج وبحبه، وكمان هالديكور هو لأول سنة بهالشهر الفضيل إنه تلفزيون لبنان بيكون فيه هيك ديكور حلو وبيقدم برنامج مباشر لإله. شكرا، يعني هيدي على أمل إنه نعطي الوجه الحلو لتلفزيون لبنان دائما وبيستاهل على كل حال. على طول هيدا أقل يلي فينا نعمله. مزبوط، وتلفزيون لبنان قد ما فيه عم يعطي، ولكن من 3-4 سنين الماضيين لخلال هلا كان عم يعطي، وكان كتير في تحسن كان بالصورة وإن كان بالإداء وإن كان بكل البرامج اللي كانت عم تصير. والخير لقدام، بنقعد بمزيد إن الله راد. رح نفوت على بريك أول بحلقتنا وبنرجع نحن وياك. شايف مشاهدينا خليكن معنا، بعد في كتير قصص رح نحكي فيهن ومفاجآت بحلقتنا مع نجم هذه الحلقة من سهرتنا، سهرة عمر مع شايف أنطوان الحج. رجعين. مشاهدينا نرجع لنتابع سهرتنا نحن وياكم، سهرة عمر بالحلقة 12. نحن وياكم سهرانين مع أحلى شيف أنطوان الحج. تسلم، شرفتنا. أحلى شادي. تسلم. مبسوط مرتاح بالقعدة؟ أنا معود، هيدا أهم شغلة. أنا معود. أهلا وسهلا فيك. تسلم. شيف، بالفترة الأخيرة كتير كترت البرامج يلي استغلت بمكان ما صورة الشيف أنطوان وبعض النهفات يلي ببعض الأحيان حضرتك بتكون قصدها لحتى يعملوا هن ريتنج على حسابك. يعني كتير كتر الحكي، إن كان بحكي جالس بلهون وبس بمنا وجر، يعني كان عم ينحكى بهالمواضيع. قد هذا الموضوع هيك بمكان ما يعني مع صدرك الرحب، ولكن كل شيء مثل ما بقوله وله حدود كمان إلى حد ما الاستفادة منه. هلأ في برامج صارت تستغل هالشي، وهلأ أكيد أنا برجع بقول لك إنه برنامجي هو مباشر، وأنا بحب هالشغلات الصغيرة اللي بتطلع، ما عندي أي مشكلة. بالعكس، اللي عم يسمعني عم يتلقاها بكل بساطة، بكل سهولة، بكل محبة. نعم. وبقول هذا الشيف أنطوان، وبتطلع عادي. مثلاً الكرات، لفظة كرات مش رح غير لهم إياه، ولا بتروح على المدرسة من جديد. اللي عجبه يعجبه، مش عجبه يقصي ومنتج. مشان هيك بيلقطوا أوقات شغلات كتير صغيرة. بزيدوها أوقات؟ أوقات بزيدوها. يعني اليوم مثلاً بتقول ألو، يلي عم يحكيك يمكن لأول مرة بتمسك السماعة لتحكي مع الناس مباشر، يمكن ما عم تعرف، بتقول من السماعة أو يسمعني من التي في، يمكن عمرها 70 سنة، يمكن عمرها 80، يمكن تكون هاي واحدة بالبيت ومش مدعوكة بالتليفونات للمباشر. هو ما عنده شغلة غير مخصص 10 أشخاص إكيب، كل واحد على تلفزيون ليلقطوا هيك شغلات. طب أنا قلت ألو ما ردت، قلت ألو ما ردت، هلا سكت أنا، قلوا لي بالرجيت قول ألو في صوت، قلت ألو، هو عمل ألو ألو ألو، في يعمل بدوية. بس أنا بقول لهم من هون ما في مشكلة. ميشيل المر من قال له من وجاله ألف تحية وإن شاء الله يضل بصحته، قال له يا جبل ما يهزك ريح، والشيف أنطوان عبر تلفزيون لبنان وعبر برنامجك سهرة عمر بدي أقول لهم يا جبل يا شيف أنطوان ما يهزك لا ريح ولا أشكال مثل عم يحكوني، وقد ما بدهم يحكوا لا يحكوا. الشعب بيحبني والناس بتحبني، وانا ثقة الناس ومحبة الناس. وين ما بفوت على السوبر ماركت، على اي، على سينما، ما في يفوت، كل الناس بتحبني. شيف أنطوان بيتصوروا معي من قلبي ومنبسط. بس هون انا حب الناس يلي هو لإلي. هلا تنميره صغيره شغله حلوه بتكون، انا منبسط ما بقول لا. مثلا الياسر الراعي ياما اشي عملها، بالعكس انبسط منه، يعني بتطلع مهضومه. بس هني بشغلات اوقات بيصيروا يزيدوها، حطوا له ملح وبهار وبكتروا، مش عارفين انه انا اختصاصي الملح والبهار. هاي بدهم كتير. واذا هني مثلا اللي زحطوا الشغله، انا اختصاصي الزيت، واذا بدهم بالزيت بعرف لهم اي زيت بزحط كتير واي زيت ما بزحط. على كل حال شايف انت صدرك رحب هالقد، وطلعت مع هشام ببرنامجه وكمان مع عادل هون. انا بعتذر قلت احكي جالس بالاول، بعتذر من الزميل جو معروف. يعني هو هيدا حكي يلي قصدناه بالاول. على كل حال يعني كل البرامج فيهم خير، ولكن طلعت هالقد كان صدرك رحب، هالقد كنت مرح بطريقه التعاطي مع الامور، ولكن بمكان ما بتحس انه تندقر بمطرح من المطارح انه خلص تخنتوها. يعني في بالزمان بالاخير صار عم يتخنوها شوي بالاخير. رجع طلبني هشام، ما رحت.
رجع طلبني رجع اتصل فيك ما رحت اول مره رحت مزبوط وانه برنامج عم يتساوى وبروح وعلى كثير برامج عم روح وبكل ما حبي يعني بس انه رجع طلبني ما رحت لانه صار يزيد حسيت انه هيدا بدك تعطيه اشاره لحتى يخفف اول شيء لحتى يخفف بس هو مش هدفه لو خففت انا هو مش حيخفف بس هو الهدف منه انه مع كل هيك يرجع يستضيفني عنده هلا هو بده هذا انا بدي هاجم يعني ما عندي مشكله اليوم شيف انطوان صار بيعمل ريتنج اكيد بيعمل ليش لا كل الناس بتحبه للشيف انطوان وانا بوجه خلال برنامجك ساره عمر لكل مشاهدي تلفزيون لبنان اليوم عم يحضرونا وهي بوسي مني لهم كلهم بوسه كثير كبيره وشكرا لانه انت معنا بسهره عمر شيف كثير اخذ ضجه بديو المشاهير هالمرحله يلي كانت محببه على قلب الناس قبل ما تكون محببة على قلبك وقبل ما تشارك بهالعفوية اللي تميزت فيها عن باقي المشتركين ما كان عندك تكلف ما كان عندك طمع ما كان عندك أجندة أنه أنت بدك تخلص وتعمل حفلات ويعني طلعت لأنه عن جد كانت عم تتسلى صرف كيف توصف هالمرحلة كيف توصف هالإكسبرينس بديو المشاهير أول شيء أنا بشكرها لديانا وهبي لأنه أول شيء اتصلوا فيي عدة مرات وأرفض شو كان السبب؟ سبب أنه أنا ما خصني بالغنى أنا هالميكرو مش ماسكه بحياتي شو بك ياخدوني مع ناس مشاهير مثلي يعني بس يمكن هني ماسكين الميكرو بيعرفوا إنه أنا شو بدي أروح وغني وبعد ما هالميكرو مش ماسكه لا بحفلات لا مثلا بأي مناسبة أنا ملتهي بشغلتي وبفني يلي أنا فايت فيه وبعرفه إلا أنا مش لقلي ما بدي أروح يرجع يتصل غيره كمان ما أروح آخر شيء قلت لي طيب يا أخي فينا نقعد 10 دقايق مع بعضنا وانا بهني الام تي في بديانا لانه عرفت قنعت رحت اجتمعت معه قلت لي انت شو خسران ما في شيء بشكله ما كذا قلت لها يا اختي طيب انا بركي شو غنيه ما عجبتني بركي ما قلت لا انا بخليهم يعطوا غنيه بتعجبك يعني صارت شو انا اقول مثلا مش عجبني طيب لك وتمشي طيب معك بالمشروع زميلتنا ديانا اخر شيء قلنا يلا بنجرب شو عم نخسر مثل ما قلت منجرب ونفوت فتنا اندمت على هالتجربه يعني لا لا بالعكس انا بفتخر وبشكر كل اداره الام تي في بالعكس عملت لي بوش لي انا صريح هلا رحنا اول غنيه لنعملها كانت مع ايمن زبيب المطرب ايمن زبيب رحنا السبت لنتدرب المطرب ما اجى ما ايمن زبيب يعني كلهم اجوا يلي بدي يعلمون الاغاني انا ما اجى كان مسافر قلب دبي جابوا شخص معي طلعنا غنينا هيك شوي وقال لي خلص بكرة بتغني أنا بدي أطلع لايف مباشر قدام ملايين من العالم على كندا على أستراليا امسك الميكرو يغني وهيك لا تمرين ولا شيء شو عملت؟ طلعت قد ما في عملنا هلأني بمحلات ما قال أنا ما مشيت على الإيقاع أنا الإيقاع كله مش شايفه يعني وين اي طلعه بديو المشاهير حسيت حالك وصلت لمرحله انه انت عم تتسلى وانت مرتاح وغنيت اديت اغنيه مثل كانك قاعد بجلسه مع اصدقائك بثالث غنيه يلي كان هلا ثاني غنيه عطوني غنيه حلوه هي اللي هي عالطيب عالطيب لفارس كرام انا بحبه كثير الغنيه هي طيبه لا بوجه له تحيه لفارس اكيد تحيه غنائيه وبوسي تحيه غنائيه يلي هي عالطيب عالطيب وداخلي بالاكل تبعي وضجت الغنية فعلا وانا كنت حبيبها يعني وعملت فلاش كتير قوي صحيح من بعدها رجعنا غنية مش معروف كتير يعني وانا ما بحب يعني انا قلت لهم بدي ستيل مثلا سنفرلو على السنفريان شو ما قال لك قلو تربيان يعني هالاغاني لمشي حالي لانه ما بعرف كون شي مرتاح كون شي مرتاح فيه ما عطوني صرت اقول بروح ما بروح عيب ما روح وبرنامج مباشر في مسؤولية وأنا بعرف قيمة المسؤولية كنت قاعد هيك بالمكتب بالمعهد عندي من عشية صرت غني يا شوي ما تركب قلت أحلى شيء من شان نشيل أسامة عني ويبلش فينا وتعليقاته أسامة رحمن نوجه له تحية أكبر تحية وصار في ناس كتير بخمني إنه في اتفاقية أنا وياه ولا شيء عبر الإذاعة بتاعت التي في المباشر أنا وياك ولا شيء ولا أي حدا في اتفاقية لحتى كنا سيد أسامة ما نشوفه أوقات بس يفوت صحيح لجنة التحكيم ما بتلتقى بالمشتركين نعم قلت أنا هون ما بدي ينمر علي منيح
شو انا نسي؟ قلت احلى شيء حغير فيها الغنيه. صرت احط لهم فيها اكل. وهون ومشيت وبلشت الضجه وصرت كل غنيه بدخل فيها الاكل وصارت الناس تحبني اكثر وانشهرنا. طيب كرامية تلفزيون لبنان وسهرة عمر بدنا نسمع شيء منك. يعني على الطيب او غيره. مع انه صوتك مش كثير حلو. بالعكس صوتك دائما حلو. مبحوح شوي. صوتك دائما حلو. اول شيء بنوجه له تحيه للمطرب فارس كرم. تحية كبيرة أكيد. وأكيد يعني ما يخمن إنه عم نشوه له الغنية لأنه صوتي مش حلو. بالعكس هي تحية من القلب. أحلى مزبوط. تحية هاي. من المحبة نحن بالعكس عم نغنيها على طول يعني. تفضل. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب 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 ودق لك شقفي من الطيب قدامي القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي ذوق وخايف وله له 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 ويلعن ابو السكري يلعن ابو السكري قدامي في اموره خدها مثل النموره عبالي قطعة صغيرة وله له 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 ويلعن أبو السكري ويلعن أبو السكري قدامي في بنوتي جسمها مثل البسكوتي عبالي شيفة تفوتي وله له 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 ويلعن أبو السكري يلعن أبو السكري ولك له 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 يا شيف عطوان على هال أسامة شو قلي قال لي عم ترشع له 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 بالعكس يسلم هتم وخليك بهالروح المرحة دايما لأنه هيدي الكاريزما يلي عند حضرتك هي إضافة دائما شاف وهي اللي ساعدت بتكوين شخصيتك ورح نحكي على كل حال رح نمرق بمراحل مريت فيهم وكنت بال يعني على كل حال بالبرنامج إن كان بديو المشاهير إن كان ببرنامجك دائما كان عندك هالإطلالة المحببة يعني اليوم لما السيدات ينطروا شاف أنطوان يكونوا قاعدين ناطرين وحضرتك إيمانا منك بمقولة إنه الشخص اللي بيطبخ طباخ خليني أقول شيف هو عمره أكتر شيء طويل بالمهنة وكل ما اختمر كل ما قدر يعطي أكتر مثل الخميرة بتكبر كل ما قدر يعطي أكتر أول شيء أنا بأول برنامج اللي هو سيربتي دوتس بوجه له تحية لأسامة رحباني أكيد مع إنه هو انتقاده مزبوط يعني ما فينا نقول أي شيء هو هو حكم لا ينتقد ولكن انا كنت جاوب يعني ليش جاوب لفرجي للجمهور انه انا ماني اختصاصي غنى يعني عم نفرجي مثلا وقت جبت له ورقه البيتزا هذه بامريكا فاتحين جامعه 5 سنين اختصاص بس بالبيتزا شوف شيف انطوان شو بيعرف مأكولات بالعشر تلاف اكله انه منا هويني هالراس حامل 10000 اكله هني لاختصاص البيتزا عم بخصصوا 5 سنين اصبح كل شخص بمجاله هو ملك انا بمجالي ملك بس بالغنى انا جيت عليا ما خصني فيها بس عملنا شيء مثل ما بيقولوا كمان لمنى ابو حمزه ونجاله تحيه مع انه بالاخير كانت شوي قساوي وكمان ابو جودي نحن وياه كثير اصحاب يعني تحيه لهم كلهم على كل حال شاف حضرتك يعني اكثر من 70 طبق بالدجاج قدرت تخترعهم مزبوط. وتطلقهم وهن مش موجودين مش موجودين ولا باي كتاب لا لبناني ولا اجنبي ولا طبخ كله صحيح مزبوط. يعني هيدي بطوله على كل حال من قبلك بهيدا الموضوع شاف والبطوله كمان عطونا اياها باشاره الضوء هيدا اول فقره والعاني اخبار شاف انا وياك رح ننتقل للفقره الثانيه ببرنامجنا تفضل معي والعاني بالزمانات يلا. شرف شاف عطونا من اي زمان والعيني اوه بالزمانات العتيقه بعذبك من ثاني مال انا مو المعرفه هون بننقل لنرجع بالوقت لورا بالساعات بالوقت يلي بمر والواحد ما بيكون حاسب له حساب اذا بدي ارجع هيك بالوقت لأنطوان صغير يلي كان يراقب أمه عم تطبخ يلي كان بعد مش عارف شو الهوية تبعه شو هو الشيء يلي بده يعمله بالحياة كيف كان أنطوان بهيدي المرحلة كان يراقب هذا الموضوع أو لا كان غايب عنه هو صغير واكتشف أنه عنده ميل للطبخ ولهالفن بحد ذاته على كبر أنا صغير بحب الأكل كنت بس أكتر بحب الحلو كنت ميال انه انا هدفي اتعلم حلويات هذا كل هدفي ويصير عندي محلين انا هيك يعني انظر يصير عندي محلين او ماكسيمو ثلاثه
لمحلات حلو. لمحلات حلو بس هيدا كان. شو اكثر حلو بتحبه شيف؟ يعني البصمه وراها العسمليه. اف بس تكون العسمليه الشعيريه خفيفه في، يعني ما بعملها انا بخففها كتير انا بصير خفيفه إيه. والبصمه حاطط فيها بصمه منك انت أكيد. بتعملها على طريقتك اكيد الخاصة. بس لا اول شيء كنت اكلها من بصمتهم هن بعدين عملتها على طريقتك اذا صرت خفف للسمنه يعني. اذا بنرجع بالوقت لورا من اول ما قررت شو بدك تعمل بالحياه شاف، كان قرار اخذته لانه عن اقتناع او كان بالصدفه وقعت على خيارك؟ عن اقتناع، بس كنت مثل ما عم اقول لك انه بدي اتخصص حلويات، بدي اعمل محل حلويات. ولكن وقت جيت انا على اتعلم المدرسه الفندقيه كان في اختصاص حلويات، بس في شخص نصحه لوالدي انه لا يعمل مطبخ وبيتعلم حلويات، بس اذا اخذ حلويات ما بيتعلم مطبخ. اف انا على والدي بيي قال له اوكي نسجله مطبخ وبياخذ حلويات. انا طلعت كل الليل ما نمت لانه انا ما بدي مطبخ، بدي حلويات. وبعدين جيت بلشت، بعدين لا لقيت معهم حق انه باخذ المطبخ والحلويات وحبيته للمطبخ. وقدرت عملت منه حالي لانه انا اول شخص غيرت مفهوم المطبخ. كيف غيرته؟ كل الناس كنت تفكر انه المطبخ هو بصل وثوم، واذا انت عم تتعلم مطبخ او عشي انه انت شخص درجه ثالثه بالمجتمع. لا، انا فرجيت انه المطبخ هو من اهم المهن، مثل اي مهنه نظيفه، مثل اي مهنه واحد بيحترفها، مثل اي مهنه بتخلي الشخص يعيش بكرامه ويكون عنده بيتين وثلاثه واربعه ويكون ميسور ويجيب احلى سياره ويلبس مرته احلى لبس. كانت هيدا النظره كثير متاخده بفترتها قبل، مزبوط. وكانوا يفكروا انه اللي يعمل عشي او شيف مطبخ انه اما بيكون عنده شو اصبع مش كامل، او عمل شو حادث معه هو صغير وصار عنده شو اصبع مقطوش او شبه ذلك، او بياخذ شوي او شو عنده شو رجفه عين، او يمكن مش كامل نضجيه نضج. يعني كان في هيك اعتبارات انه هذا بالمطبخ مين بدي يشوفه، خليه يطبخ ويحضر اكل. لا، انا قلت لهم من بعد ما بلشت اتعلم لقيت المطبخ واسع اكثر من الناس بتعرف واكثر من الناس بتحلم وبتقول شو هو المطبخ. المطبخ عالم بحد ذاته، اذا في تقريبا بالالف لون في بالعشرين الف اكله، واسع وما له مجال وافق انه توقف عنده. قلت لهم انا بدي خلي ارفع شأنه للمطبخ. وانا وقت عرض علي لاطلع على اول شاشه على التيفي، انا كنت مثلي مثل غيري بزملاء بالتيفي وبجيره تحيه. وقت اللي اجى شرب الخليل بده شخص بالأونتين بلوس يطلع مباشر على الهواء، سأل الأساتذة وكنا كلنا مجتمعين واجتمعنا، ما حدا قال له بيطلع معك، ما حدا استرجى يطلع، لأنه ما تفكر إنه هيني شخص يطلع لايف قدام ملايين من العالم عم تشوفه، عم يتلقى اتصالات وما بيعرف شو الاتصال يلي بده يجي، عم يتفاعل مع الناس بده يتفاعل معهم واسئلتهم. صحيح. شاف لما بدأت من 19 سنة عم نفضح شوي، انا صار لي 24 بالتيفيات. صحيح، ولكن انا عم بحكي بتلفزيون لبنان. نعم. تحديدا بتحديدا بتلفزيون لبنان. هالمرحله يلي بدات فيها، اول شيء خبرني كيف دخلت على شاشه تلفزيون لبنان، كيف صار اللقاء، كيف هيك اول مره صارت المعادله لشيف انطوان طل عبر تلفزيون لبنان واستمرت المسيره لهالفتره الطويله. اول شيء انا كنت بالانتين بلس خبرتك سنتين ونص من خلاله انا وكنت عامل قبل الام بي سي 9 شهور، كمان عملت بالاوربت على 3 سنين الاكلات الرمضانيه بشهر الفضيل. صحيح. هلا بالنسبه لتلفزيون لبنان، انا قبل رحت على دبي 3 سنين بشهر التسوق، ورحنا مع الال بي سي وقتها واكيب الانتين بلس. انا بس رحت على دبي من اول سنه بعاشر حلقة لإلي واطلع فيها لايف، بيجي شخص بيقول لي بعد 4 أيام الأمير محمد بن راشد المكتوم، نوجه له ألف تحية من طول العمر، مع كذا شخص موجودين يلي حبنا معزومين على العشاء عنده. رحنا لعنده على العشاء
وكان عشا ملوكي بتعرف انه رايحين عند الامير طبعاً. نحن قال لي العشيره مدوخه بحضرتك فيك العشيره. قال لي انا بعت ناس خصوصي من قبلي على تلفزيون دبي يراقبوك اذا في اي شيء يكتب قدامك او تتجا انت كيف تعرف كل الاكلات وكيف تجاوب لكل الناس وداوخ العشيره والعالم كله كيف داوخها كيف تعرف هل تعرف كل الاكلات؟ قلت له انا نعم انا اعرف كل الاكلات كذا. قال لي بس في اكله وحده انت ما تعرفها انا اسويها بايدي. قلت له اكيد سموك وقت تسوي هيك اكلات يمكن نحن ما نعرفها عامه الشعب ولكن اذا بشوفها اعرف مكوناتها. قال لي اذا تعرف مكوناتها اعطيك جائزه المهرجان 4 ملايين دولار. كان اختبار. قلت له قال لي اخر السهره. هلا صعب انه اخر السهره كان غشار فل كان في اصاله عم تغني لنا وكنا موجودين وشو صار ناس. اخر شيء اعطانا 100,000 درهم طلعنا كل الموجودين بالسهره كرمنا ب 100,000 درهم انا بعتبرها كانهم ملايين يعني وكيف وصلت على تلفزيون لبنان من بعد هال هلا انا بلش اسمي يبرع صاروا يتداولوا اكثر صاروا يتداولوا باسم الشيف انطوان هلا اني بقوم الاستاذ ابراهيم الخوري الله يرحمه الله يرحمه كان هو مدير تلفزيون لبنان بقوم بيبعت اول شيء بعت انه بده ناس يجوا على التلفزيون ما اجوا بقوم بيبعت رسمي خطي لمدير التعليم المهني انه بدهن شخص من الفندقيه وما كان في غير الفندقيه بدك وينه انه تيجي وتعمل شيف منا يجي يعمل اكل هون نعم كمان ما حدا قدم كان في الاستاذ حنا ابي صعب اجى قال لي فيها المكتوب وكذا قلت له انا بروح قال لي بس لايف انا بروح جيت اجتمعت مع الاستاذ ابراهيم وبلشت وهيك قلعت وعلى كل حال كانت مرحله استمرت وبعدها مستمره لليوم برنامجك البرنامج الاول بعالم المطبخ بزبط. من تلفزيون لبنان واكيد اداره البرامج عندها كلمه بهذا الموضوع بدي اقول مساء الخير لدكتور حسن شقور مدير البرامج والانتاج بتلفزيون لبنان استاذ حسن مساء الخير يسعد مساك ورمضان كريم أنطوان ينعاد عليك بالصحه والسلامه انت والشيف أنطوان وعليك يا رب ينعاد عليك خينا مساء الخير مساء الخير ميرسي ورمضان كريم استاذ حسن يعني مع هالنجاح الكبير يلي شيف أنطوان حققه الشاشة أكيد أضافت له هو كان إضافة للشاشة خبرني عن 19 سنة من النجاح ونمبر وان تلفزيون لبنان من خلال هالتعاون ما بين تلفزيون لبنان والشيف أنطوان 19 سنة حقيقة 19 سنة مع الشيف أنطوان أول شيء من الصداقة 19 سنة من الزمالة 19 سنة من الاحترام المتبادل والمحبة الشيف أنطوان حقيقة الشخصية اللي جاء لقاعد يحدك هو إنسان دائما بحيوية لافتة مميزة وهذه البسمة اللي بتشوفها على وشه لو مهما كانت عم تخفي آلام داخلية أو تعب فكري أو تعب عملي لكن دائما هذه البسمة بيتحلى فيها الشيف أنطوان وهي بتبعث الفرح حقيقة بشغله وبتبعث الفرح للناس اللي عم يحضروه وبتابعوه بكل أرجاء العالم حقيقة الشيف أنطوان مثل ما تفضلت هو نمبر وان بين برامج الطبخ بخلال حلقاته يتصلوا فيه من أمريكا يتصلوا فيه من كندا من أستراليا يتصلوا فيه من بلاد أوروبا الشمالية النرويج الدنمارك يتصلوا فيه من كل أوروبا من كل دول عربية من كل دول الخليج وهذا دليل عالمية الشيف أنطوان الشيف أنطوان إنسان قيمي فكرية حقيقة وقيمي في عالم المطبخ والغذاء وهو حقيقة خبير أكثر من شيف أستاذ أنطوان الحاج هو خبير بالإضافة لفهمه ولإلمامه باختصاصه ما ننسى الجانب الأكاديمي عند الشيف أنطوان ما ننسى الجانب التربوي عند الشيف أنطوان وأيضا كمان يتحمل مسؤولية كبيرة في التعليم الفندقي وفي الإدارة الفندقية صحيح دكتور حسن قديه كمان تفاعل الناس يعني من خلال الاتصالات اللي بتجي على برنامجه من خلال التفاعل يلي بيبدأ واضح بالمحطة ببرهن هيدا الموضوع أكتر وبترجمه لألكن كإدارة برامج كاستمرارية كمان لأنه اليوم البرنامج يلي ما بيفوت إضافة للمحطة كمان بيوقف بمرحلة معينة ولكن شيف أنطوان ب 19 سنة ما زال مستمر وتصاعدي خليني أقول الحقيقة هذا التكافؤ اللي قلت لك عنه عند الشيف أنطوان والإلمام الواسع
عمل تكامل ما بين خبرته وما بين اتصاله مع الناس. الشيف أنطوان قلت لك يتميز دائما بتجدده الدائم بحياته، بإبداعه في مهنته، بحيويته باتصال من خلال علاقته مع الناس. وما تنسى انه كمان شيف أنطوان هو انسان مسؤول بكل معنى الكلمه، وهذه المسؤوليه يعني شيف أنطوان كل يوم تتجلى عند حضوره كل يوم حياته على وقته ليطلع ببرنامجه، ودائما بيعتبر حاله كانه عم يطلع للمره الاولى على الرغم من العلاقه الحميمه ومن العلاقه مثل ما قلت لك القائمه على المحبه والاحترام بينه وبين موظفي تلفزيون لبنان. هو دائما بتحسه احترامه لشغله، احترامه لبرنامجه بيخليه مسؤول دائما اكثر، بحمله هذه المسؤولية الكبيرة وبيخليه دائما على احترام دائم للمشاهد وللشاشة وللمؤسسة اللي عم يعمل فيها. صحيح. بدي ألفت نظرك لشغلي كمان. تفضل. شادي، انه الشيف أنطوان هذا الرجل من يتحلى بوفاء حقيقة نادر، لانه الشيف أنطوان بيعتبر مهنته رسالة، ما بيعتبر مهنته فقط فرصة عمل للربح المادي. الشيف أنطوان تقدم له عروض كبيرة في تلفزيونات محلية وفي تلفزيونات عربية وفي تلفزيونات خارج الدول العربية حتى في أوروبا. نعم. لكن كان دائما يقول أنا عندي التزام أخلاقي والتزام مهني مع هذه المحطة اللي حضنتني واللي حملت واللي تعاونت أنا وياها على مدى حياتنا هالسنوات الطويلة، وكان دائما مثال للاحترام والتعاون المتبادل دائما. دكتور حسن، شكرا لهالمداخلة المحببة، وأنا باسم كمان كل طاقم العمل وكل التلفزيون بدي أستغل هذه الفرصة لحتى أقول لك كمان شكرا لك أستاذ. يعني كم شهر لقدام بآخر هيدا السنة بصير لحضرتك 40 سنة بخدمة تلفزيون لبنان، هيدا كمان منا قليلة أبدا على شخص عطى من نفسه وعطى من وقته وعطى من حياته، فكمان شكر كتير كبير من كل تلفزيون لبنان لشخصك كمان بإدارة البرامج وبعملك بتلفزيون لبنان. شكرا لإلك، شكرا لإلك، وأنا حقيقة سعيد بعملي بهذه المؤسسة اللي بعتبر هي بيتي الأول مش بيتي الثاني فعلا، لأنه قضيت فيها تلتين عمري تقريبا، وهي مؤسسة محترمة، مؤسسة عريقة، ونتمنى لها النجاح الدائم. شكرا دائما. دكتور حسن شقور مدير البرامج والإنتاج بتلفزيون لبنان، شكرا لك. أنا بدي أشكره كمان الدكتور حسن، يعني فعلا حكى هي أوصافه الحلوة اللي هي يعني بيتميز فيها هو كمان كمدير برامج، وما بتحسه مدير برامج، بتحسه أي عامل بتلفزيون لبنان وغيور كتير على التلفزيون، أنا يعني عم شوفه من بعيد. صحيح. وبتلاقيه ملاحق كل شغلة كبيرة وصغيرة، وفعلا كل شغلة بحط إيده فيها الله يباركه فيها، وبقول له رمضان كريم ويده يسعده هو عائلته ويقضي حياته كتير حلوة، لأنه فعلا غيور على هالمؤسسة مثل ما أنا بحبها كمان. صحيح. وهذه الغيرة على النجاح والأمانة يلي كمان مزبوط. ذكرها مع حضرتك، يعني بالزمانات إجاك كتير أفريت طالما نحن بفقرة بالزمانات ورفضتهم لحتى تكون أمين لا تلفزيون لبنان، لهالمحطة، للبنان، لهيدا الشاشة يلي كمان عطيتك وحضرتك عم تعطيها. رح نستمر بالكلام، رح نحكي بكتير تفاصيل إضافية شيف أنطوان، رح نفوت على بريك صغير لأن صار لازم نفوت على بريك للإعلانات، ونرجع نتابع حوارنا. حلقة أكتر من حلوة وأكتر من جو رائع بالستوديو معك ببيتك شيف أنطوان. مشاهدينا ضلكم بعتوا SMS سين عين وSO على 10-13، جربوا حذروا، عم نعطيكم هنتس كمان بالجواب لحتى شخص واحد منكم بختام الحلقة يربح ليرة ذهب. نجم هيدا الحلقة من سهرة عمر شيف أنطوان الحاج، منتابع نحن ويا لقائنا ولكن بعد البريك، خليكم معنا. مشاهدينا متابع نحن وياكم سهرة عمر، سهرة 12 برمضان، نحن وياكم إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحة مع نجمنا الليلة شيف أنطوان الحاج. شيف أنطوان، بعدنا بالزمانات، بعدنا عم نرجع شوي بالوقت لورا، شو غيرت الشهرة بين أنطوان يلي فات ليدرس فندقية، فات لحتى يفوت على هذا العالم، واليوم شيف أنطوان اللي أشهر من أن يعرف،
قدرت تغير او لا بمكان ما؟ انطوان بعده هو هو بالرغم من كل شيء مرق فيه. بعده الشيف انطوان هو نفسه بكل شيء، ما بتغير ولا شيء، بحب كل الناس، بحب الصغير والكبير. بحب انا لاني قلت لك بفوت على مؤسستي الدوليه اللي هي المدرسه والمعهد، في عندي كثير موظفين، بمرق على كل واحد وبحكي ويعطيك العافيه، لحتى اللي بينظفوا الحمامات، اللي بيساووا بيجلوا الكذا، العكس هودي بعملهم بطريقه كثير منيحه وبساعدهم وبعطيهم معنويات ويعطيهم الف عافيه، وبقعد معهم اوقات باكل، ما في بالعكس ولا تغير شيء بالشيف انطوان وبعده الشيف انطوان. الشهره شاف كانت اضافه للتعليم، قدرت تغير او قدرت تعطيك اضافه للتعليم او لا؟ لا هي الاكاديمي ما بيتاثر بهذا الموضوع. ما تاثر لانه نحن دولي بالنتيجه، موظف دولي. هي ذاتها، ولكن الشهره اعطتني اكيد مجالات كثير حلوه بالمجتمع زياده، صارت الناس تعرفني اكثر، صرت اذا بدي اخلص شو معامله بسرعه يساعدوني فيها مثلا. صاروا كمان عن قرب يحسوا يشوفوني شو انا، انت شيف انطوان بعدك هيك، انت بتعمل هيك، يعني انه ماني ايش حالي، ماني مكبر، يعني هذا بتكبر الخصي براسه، هذا هو بيكون ما بيفكر لقدام، ما بيعرف الشخص الثاني انه كلنا انسان بالنتيجه. صحيح. العلم والمراكز هي بتجي مراحل، بس الاخلاق هي مره بتكون موجوده، بده يعرف واحد يتعامل معه ويتفاعل ويكون يعرف يتعامل مع الكل، مش كل الناس عقليتها مثل بعضها. صحيح. وهذه كثير مهمه انه الواحد يعرف يعطي ويتعامل مع الثاني، هي كثير مهم العطاء، المعامله والعطاء، يعني بدك تعطيه، بدك تعرف وين هو هذا الشخص، وين في حبك، وين في يعطيك، لانه انت بدك تعطيه بالاول. شغله مهمه جدا، وحضرتك كنت استاذ بهذا الموضوع من اول نهار طلعت فيه على شاشه تلفزيون لبنان. مزبوط. رح نتذكر سوا. مرحبا، بحييكم عبر تلفزيون لبنان، ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. أهلا وسهلا فيك يا عبير. أهلا فيك شيف. اليوم رح نحضر للجمهور يلي عم يحضر تلفزيون لبنان أكلة طيبة كتير ومميزة وغريبة شوي عن الأشياء يلي نحن على طول بنعملها، اسمها صدر الدجاج بالجزر. مرحبا بحييكم من تلفزيون لبنان، ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. أهلا وسهلا فيك ست ماري. أهلا فيك. كيفك؟ أنت طلبتي على الهواء إنه بدك تجي لعنا. إيه أهلا وسهلا فيك وجيت. إيه طبعا. أكيد شايفينك معنا اليوم. مين مش عارف إنه أنا مع؟ مين مش عارف إنه شاف أنطوان بسهرة عمر كمان شاف؟ لما ترجع لهيدي المرحلة للبدايات بتلفزيون لبنان، في عندك حنين؟ في هيك بتحس أوقات إنه الوقت أف أداء بيمرق بسرعة؟ فعلا بيمرق الوقت بسرعة، والعمر هو كله غفلة، وإذا واحد بيفكر بهالحياة ما فيها شيء بالنتيجة. إنسان جاي بيأدي دور، كل مثل دور فيلم كبير بالسينما، كل واحد بيعطوه دور، في محلات هالدور هالشخص بده يختفي، ببطل يبين على الجمهور. كمان هاي المراحل تقطع بمراحل متعددة بالشخص. نعم. والحياة بتمرق بغفلة. صحيح. على سيرة التمثيل، إجاك عرض تمثيلي بفترة من الفترات وما فتت على هذا؟ ما فت، بس هلا عم يرجعوا يحكوني، معقول فوت نعمل فيلم سينما؟ معقول يكون في فيلم سينما؟ يعطوني دور لإلي عن شيء أكل يعني. استشارت رانيا زوجتك؟ لأنه رانيا كانت ضد موضوع الغناء بمكان ما. مزبوط. شو رأيها بالتمثيل؟ قالت لي مثل ما بدك. ايه بالغنى كان ضد. بالغنى كان، لحتى اجاني كثير عروض، بس خلصنا السيلبرتي دويتس انه يعملوا لي اغاني وغنيهم وكذا. بتفكر تعمل هالموضوع؟ ركزت على شو 15 يوم يعني، لقيت مش لإلي ابدا، انا خلص يعني انا بدي اعمل شغلي انا اكون متقن هالشغله فيها، ما لقيتها مش لإلي. حتى اكيد يعني من باب الفكاهه، من باب انه تعمل كمان مثل كوميدي، من الموضوع كمان ما كان وارد بالنسبة لك. إذا بدي أعمل كوميدي ما بيليق فيي طبعا. ليه؟ لأنه أنا مدير معهد، أنا مسؤول تقريبا عن شو 180 أستاذ، عم خرج أجيال، هالأجيال عم تستلم أوتيلات ومطاعم وتصير مدراء فيها أو شيفية أو مدير مطعم أو صالة. هالناس في نظرة للشيف أنطوان، في نظرة احترام. ما في يكون الشخص الكوميدي اللي يضحكهم واي شيء اعمله مشان يضحكوا فيه، لا،
في إلي أنا محل ما منه بضحكهم بطريقة يضلني محافظ أنا على الكيان اللي أنا فيه. صحيح، يعني هيدي الليفل يلي عم تحكي عنها والصورة يلي بتحب دائما تظهر فيها. اليوم شايف بهيدي المرحلة، إذا بدنا نبرم بالمراحل بين قبل اليوم ونظرة للمستقبل، لأنه الساعة دغري عقاربها بيبرموا بسرعة والوقت بيخلص بكتير بسرعة، يلي بعد ما حققته اليوم أو عم تشتغل عليه، قديه هيك عندك ميل كمان أنه مع عائلتك مع أنت حياتك الخاصة تكون عم بتحققه بأسرع وقت ممكن؟ هلأ أنا عم حققه، وفي إشياء كتير حققتها ومقتنع فيها وعندي قناعة. أهم شيء الإنسان، وأنا بنصح كل شخص عم يسمعني هلأ، أنه يكون في قناعة. إذا ما في قناعة ما في شيء بيرضيك، ولا بترضي حالك ولا بتكون مبسوط، وبتمرق الحياة وهو زعلان وبيموت وهو زعلان. في قناعة بده يقتنع الإنسان، ولكن بده يقتنع بمحل ما أنه هو قدر وصل لهذا الشيء. نعم. هلأ أنا محل ما وصلت بقول كتر خير الله ومقتنع ومبسوط ومبسوط باللي حققته وبعدني عم حققه. على عشرة يعني قد ايه مقتنع باللي حققته لليوم وراضي عن نفسك؟ 7.5% على 10. 7.5 على 10. يعني أنا بقول إنه أول شيء أنا رفعت مستوى الأكل بكل البيوت، رفعتها بين 60% و70%، وهذا فخر للكل. هذا فخر للكل، لأنه بهمني أنا إنه لأجيال بعد وعشرين سنة لقدام بدي أقوله هيك قال الشيف أنطوان، وهيك رح يضل يقول. شيف غمز لنا الضوء بإشارة منه لحتى ننقل من ولعانة بالزمانات لحتى نروح على ولعانة أسرار. تفضل شيف. هلا الأخطر يعني. إيه تفضل. بدي عزبك هون شيف؟ آه بالعكس. هالمال إيه مية يعني معناتها الشيء خطر هون. ما في خطورة، بأمان. معك ما في خطورة. بأمان دائما، ما تعطى الهم. مبسوطين فيك بهيدي الحلقة. بالفقرة الثالثة والعانة أسرار، إطارات فارغة، أسرار يمكن ما منعرفهم عن ضيوفنا، منحاول هيك أن نفوت بالتفاصيل يلي أوقات ما منعرفها منحب نعرفها عن حياة الشخص الداخلية. عندك أسرار عادة بالحياة؟ يعني بتخبي أسرار أو لمين بتحمل أسرارك أكتر شيء؟ هلأ أول شيء لازم الإنسان يكون يقشع ولا يحكي، يقشع ولا يحكي أنا بنظري، لأنه اللي بيسرسر كتير واللي بيحكي كتير هذا منه الإنسان الناضج والإنسان يلي ما بيخلي يصير مشاكل وخلافات. العين بتقشع واللسان لازم يسكت. الكلمة محلها لازم الإنسان يحكيها، والكلمة مش محلها لشو بده يحكيها. منشان هيك أنا بالنسبة للأسرار ما في أي أسرار صحيح تتخبى، ولكن في إشياء وقت تجرح مش لازم الإنسان يحكيها. بس في سرسرة واحدة وفي هيك على لسان حال الكل بقرنايل بضيعتك، قدي بحبوك وقدي بتكون متعاون معهم بكل الإيفنتات اللي بتنعمل فوق، وقدي صار في هيك مثل محطة سنوية أنت وياهن. كيف علاقتك بقرنايل؟ ضيعتي، وواحد بيفتخر بضيعته، وبحب كل أهل قرنايل، كانوا مسيحية وإن كانوا دروز، نحن عايشين عائلة واحدة ومنحب بعضنا بالمقاتم والأفراح، منشارك بعضنا وما في أي شيء بيناتنا، وكتير منحبها. وهي ضيعتي بفتخر فيها، ترعرعت فيها طفولتي فيها، ولكن كمان يمكن خثيرتي فيها مثل بقولوا كباري، وموتتنا فيها. ولكن أنا أرجع للفقرة الزمن يلي كنت عم تحكيني شو شغلي صغيرة بس تفضل. شو بعد بدك يكون عندك، يكون مثلا انه تحلم فيه. انا بالاضافه للي حققته لكل ستات البيوت وكذا، انا عندي حلم بعد بعمري حابب اعمله، الله وفقني، انه اعمل مدرسه فندقيه مجانيه تضم تقريبا بين 70 و100 طالب بكل شيء مجانيا، مع النوم، مع الغسيل لإلهم، ينعمل مصبغه صغيره، مع الاكل لإلهم، للايتام اللي يكونوا اهله مش قادرين يعني يعلمون، او مثلا شخص اختلفوا مرته يعني، وخصص فندقي لأنه يرجع يكون بالمجتمع فعال ويقدر يكون بيت ويرجع يتجوز ويصير شخص مثل فاعل بالمجتمع. هذا هي هدفي إن شاء الله قبل ما موت. أنا إن شاء الله بتحقق وبتحقق غيره كمان، لأنه هيدي في كم من الإنسانية هذا الموضوع. شيف أنطوان، بالبيت مين بيطبخ، أنت أو سترانيا؟ لا سترانيا.
وراضي عن اكلتها للست رانيا؟ هلا مش هالحال. يعني مش كثير. لا مش هالحال عم بقول. مش هالحال يعني ما بتعطيها ملاحظات او لا؟ هلا اول ما تجوزنا هيك ملاحظتين ثلاثه على صغير. وبتسمع انا اول شيء لخبرك شادي وين ما انعزمت الناس بخافوا اوقات البعض منهم انه جاي الشيف انطوان انتبهوا الاكل يكون هيك، انا ماني نيئه. انا اهم شيء اثنين يكونوا بالاكل، النظافه، في نظافه بالاكل، والشغله الثانيه تكون الطعمه قريبه مقبوله. هلا وقت بيكون في نظافه والطعمه مقبوله بتصير في بتاكل وبتمشي انه هالقد بيعرفوا. لا بنكت ولا ما عندي منها هاي الشغله ابدا. صحيح. هلا اكيد زوجتك مره عملت لي معكرونه. وشو صار؟ هلا نحن بالمدرسه معودين انه الصوص انا بحبها مش بالصينيه مش بالفرن يعني. اوكي. والمعكرونه هي فيها مواد نشويه بس تغلي مع الصلصه بتخطر بتشد شوي. هلا انا بحبها انه المعكرونه لواحد والصلصه لواحد. هي اجت عملتها مش حط نحن من علمنا بنحط ملعقه طحين بقلب الصوص تتشد شوي تتشدها. جبت لي اياها هي رخوه صرت حطيت المعكرونه انا حطيت الصوص شفتها رخوه سكت بس صرت علي المعكرونه ينزل الزومات عنها. اكلت مش قلت لها اعطيني ملعقه ليش ما كنت تاكل بالشوكه؟ قلت لها الليله طلع عبالي اكل بالملعقه. اكلناها بالملعقه من بعد ما خلصنا قلنا لها تاني مره حطي لها كذا كذا لانه لو عملتيها بالفرن هي معلمتها عند امها بالفرن بنوجه لها تحيه كمان لامها واهلها ببسكنتها بالفرن يعني بستغلي معها بتخطر وبتشد هي لوحدها طلعت انه طلعت الصلصه رخوه معها. مزبوط. ست رانيا خبرينا، ست رانيا معنا على الخط، رانيا الحاج زوجة شيف انطوان. مساء الخير ورمضان كريم. مساء الخير. بونسوار شادي. بونسوارين عم بتابعينا. رمضان كريم. الله اكرم. يعني عم ينتقدك بالمعكرونه شيف. هيدا من الأول دائما. وين كان يعطيك ملاحظات أكتر شيء وكتير هيك؟ يعني هو عم بيقول إنه منه كتير نيئة، شغلتين بس النظافة وال وإنه يكون الأكل مكونات. طعم المكونات تكون مقبولة. وين بينتقدك أكتر شيء رانيا بالطبخ؟ هلأ بالأول كان ينتقدني، هلأ بطل ينتقدني. هلأ خلص. لا خلص. وشو أكتر طبق أنت بتنتقدي فيه أو لا؟ لا ما بنتقده أكيد لا. أنا شاطر بالمشاوي اسألها. أنا شاطر كل نهار أحد المشاوي علي. المشاوي عشاف الأحد. شو السر؟ شو السر تبعهم؟ أنت بدك تخبرينا، ما عم يقبل يخبرنا تحت الهواء. ما في المشاوي نحن منشكة والشاف بيشويها دغري. بتكون يعني مباركة من الشيف، تطلع طعمتها روعة من الشيف. رانيا خبريني شوي، شيف أنطوان اللي بنشوفه على التلفزيون بهالشخصية اللي هالقد واثقة من حالها بنطاق عملها بهالشخصية المرحة، لما يفوت شيف أنطوان على البيت من بعد نهار طويل، من بعد نهار في تعب، من بعد نهار تلفزيون وتعليم وإدارة وفحوصات يمكن، خبرينا عن الجانب الآخر، قديه هو كمان شيف أنطوان الزوج والأب والإنسان يلي عنده وجه هالقد قادر يجمع العائلة دايما ووجه هالقد يكون هادي بالبيت عكس ما بنشوف اوقات مشاغب بطريقه كثير حلوه على التلفزيون. لا هلا بس يجي الشيف انطوان على البيت خلص بكب كل شيء برا وفتنا على البيت. حياه البيت بحب العائله كثير وبيجمعنا كل احد عنده، كل احد بمجتمع يعني كل العائله بتجتمع عنده. صحيح. وبننسى كل الشغل والتعب كله برا والبيت خلص. هيدي شغلة مهمة جدا، إن شاء الله بتضلكم بهيدي الجمعة وإن شاء الله بيضلوا فوق راس هالعائلة. وشكرا للمداخلة يلي خصيتينا فيها، أنا بشكرك، بدعيك تتابع الحلقة معنا كمان ورح نتابع نحن وشيف أنطوان. شكرا لإلك ست رانيا الحاج زوجة شيف أنطوان الحاج، شكرا. يعني رانيا الحب يلي تبلور بزواج بكمان عائلة قديه بتشيل حمل عنك بمكان ما كمان بالحياة الزوجية، قديه هالقسمة بالحب تقدر تتكل فيها عليها على رانيا؟ أكيد. ليش الإنسان بيتجوز؟ بصير في تعاون وتصير تساعده بالأفكار. وقد ما يكون واحد مضغوط خارج الشغل بس يجي على بيته لازم الشغل ويكبه لوحده بس يضل يتساير هو مرته بطريقة ناعمة يمكن شوي عن الشغل بعيد شوي بعض الحلول بتتحل حل
وكل شيء بيضله ماشي، ما في شيء ما له حل، ما كل مثل الطبخ ابدا كل شيء يعني له حتى حل. لو الصلصه رخوه بضل لها حل، منشدها او منكلها بالملعقه، منكلها بالملعقه. شايف رح نتابع، هيدي نقطه علوميه علوميه. شايف رح نتابع حوارنا نحن وياك، رح نرجع نحكي، وبدي اعرف شو قصه لعب الورق كمان منك، ولكن رح ناخذ بريك، نفوت على فاصل ونرجع نتابع نحن وياكم سهره عمر. ضلكم بعثوا اس ام اسات مشاهدينا 10 13 90 عين او اس او لحتى بختام الحلقه نحن وياكم ليره ذهب تكون من نصيب حدا منكم، واكيد تفاعلوا معنا عبر السوشيال ميديا اللي عم تشوفوها باستمرار عم تمرق على الشاشه، واكيد الهاشتاج تبعنا. بريك ومنتابع مع نجم حلقتنا شيف انطوان الحاج، خليكم معنا. مشاهدينا منتابع سهرتنا نحن وياكم مع احلى نمبر 1 شيف انطوان، شرفتنا بهيدي الحلقه. شيف يعني معقول دوريه قصه لعب الورق، كل مرق طرنيب او شو بتلعب؟ طرنيب هي هي. نحن بمصاري ما بنلعب، ما خصنا فيها، ما اكيد مش لالنا، مش لالنا بالمره لقلنا. اكيد من بعد تعب اسبوع نهار الاحد بنعمل مثل ما لك مشاوي وكبنيه مع ابونا سليم صديقنا، مع ابونا سليم ونوجه له الف تحيه وتحيه. هلا من عشيه بنقول له تعال صوبنا الساعه 7:30 8 نعمل دقين ورا وخلصت. طيب مش هننزل على الشغل، بقى نتسلى يعني من بعد هاللعب، بس بنحب يعني هالشيء، بيتسلى واحد بيروح شوي عن بشيل ستريس اكيد الاسبوع كله. مزبوط، شاف فينا احسن ما نعمل طبيعت ونعمل هيك وشغل. اكيد كل واحد هيك بيرفه بطريقته، بطريقته الخاصه، شاف فينا بطريقه دقين وخلا. فيك تلعب ايه من لعبك، بتشاركوني معكم اكيد ماشي. ليش لا، في كمان عيط لك بابا فرسان؟ ايه ليش لا. ليش بعيطوا لك هيك؟ لانه انا بقرني بضيعتي حابب اعمل يعني منيح للفرسان، بنساعدهم وكل سنه بياخذهم رحله بنروح فيها، بنصير اماكن مقدسه وبطعميهم يعني ناكل نحن وياهم، سياحه داخليه، سياحه داخليه، وبينبسطوا وبيرجعوا، نحن راجعين كمان بوزه وعلى الضيعه بينبسطوا يعني بيلاقوها فرحه والاشياء هيدي. يعني مثل ما قلنا الانسان شو فيه يعطي لازم يعطي، لانه هيدي هي الفرحه. وقت بتشوف ولد طفل طفل يعني بالست سبع سنين بالعشر سنين عم يضحك مبسوط، الحياة كلها بتصير هو مبسوط فيها قدامك، انت بتكبر وبتشوف حياة كلها سعادة. صحيح، منشان هيك العطاء يلي بيحب يعطي كتير مهم لإله، بحس بالسعادة الداخلية الموجودة بدون بس مثل ما قال حبيبنا حسن البسمة على وجهي، غير البسمة على وجهي بيكون دائح حب داخلي، بيكون سعادة داخلية، بتكون الابتسامة نابعة من الداخل، من الداخل على كل حال. وهيدا شغلة مهمة جدا، والواحد بس يرسمها على وجه شخص آخر هيدا بتكون عظيمة. بنوجه لها تحية كمان لرئيس الفرسان جوليا خوري كمان، أكيد يعني الله يخليك بهالهمة دائما شاف، ودائما تضلك هيك تجمع على الفرح. شاف نحن وياك من ولعانة أسرار، غمزت لنا الإضاءة نحن وعم نحكي، من ولعانة أسرار للفقرة الأخيرة ببرنامجنا ولعانة مع الصحافة، تفضل شاف. نرجع محلنا القديم، بدنا نرجع لهون، تفضل بعزبك. هون على هيدي الكرسي شريف. في اعتراف هلا. مرتاح بالقعده هون؟ يعني مش كثير، مش كثير، هونيك احلى، ما بتريح كثير، ما بتريح، ما راح نطول فيها، مشان هيك مخليينها للاخر. مشاهدينا بهيدي الفقره وشيف انطوان بناخذ اتصال من صحافي بيطرح على ضيفنا سؤالين، والليله رح ناخذ اتصال من الصحفيه ماي بولوس. ماي مساء الخير ورمضان كريم. رمضان كريم سادي، بونسوار شيف انطوان. بونسوار، كيفك ماي؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ماي شو اول سؤال بتطرحيه على شيف انطوان؟ تفضلي. عندي حسريه انا وبتصور كل الجمهور اللبناني يعرف، برايي شيف انطوان مين نجح اكثر شيء بتقليدك؟ مين نجح اكثر شيء بتقليدك؟ هيك شخصيه ذكرت الي الراعي. الي الراعي، وبعدني بقول الي الراعي اكثر حدا. نعم، لانه كان بطريقه مهذبه، مهذبه وبعده بطريقه مهذبه ولايقه وعم بيجيبها شوي، بيجيبها يعني بيقدر يوصل للشخصيه اكثر يعني. شيء الي الراعي بنوجه له تحيه كثير كبيره وبنقول له مبروك تزوج مؤخرا كمان. مبروك، عرفت كمان. فيه كمان انا بقول له مبروك عبر الشاشه. اكيد الف مبروك. تفضلي ثاني سؤال ماي. شيف انطوان، مزبوط انه راح تكون عضو بلجنه التحكيم باحد برامج هواة للطبخ؟ 90%.
90%. مختصر مفيد بأي يعني ما رح تعطينا معلومات هيك هيك؟ لا بعد. قال له ما بنقول فول غير ما يصير بالمكيول. كمان هون في طبخ. ما الفول طيب وبغذي. معك حق. وفي منه نوعين، في الأخضر وفي اليابس. هلا وهلا الأخضر موجود وموسمه. صحيح. أي أحسن شاب؟ لا الأخضر بس ما نكتر منه كتير، والفول هيك صحن فول لابد منه بالشهر مرة. ماي دقي له على برنامج اسأليه عن الطبخ، مش على سهرة عمر. متى هلا منه بالشغل؟ ما هلا هو ضيف عنا. أنا عم شوف إذا معقول يعطينا معلومات، بس عم يتكتم على الموضوع. بتعرفي عم يتكتم، وشكل القصة يعني كيف في سر الطبق وسر الطبخة، لو قد ما عطى الطبخة كلها بضل في سر كمان بهذا مزبوط. الموضوع كل شيء بوقته حلو. ماي بتابع شيف أنطوان، بتاخدي أطباق منه أوقات؟ صراحة نحن ما بنقدر نتغدى بالبيت إذا ما إنه محطوط البروغرام عند شيف أنطوان. ميرسي، أنا بشكرك وبقول لك كمان رمضان كريم، وحيي لي كل عائلتي وكل محبيني اللي عم يحضروني على طول، وبوجه لهم تحية وبقول لهم إن شاء الله تضلكم تشوفوا كثير من المأكولات الطيبة والصحية عبر شاشة تلفزيون لبنان مع الشيف أنطوان. ماي شكرا لهالمداخلة المهضومة والمداخلة اللي دائما محببة مثلك، مثل ما انت كمان مشكورة على متابعة البرنامج. انا بشكرك مثل كل الصحافية اللي عم بتابعوا. شكرا لك صحفية ماي بولس، من القلب شكرا. وانا بشكرها ست ماي بولس كمان الصحفية. يعني الصحافة دائما هيك بيكون عندهم اشياء شاء. مش الكل بيعرفها، وما اردت انك تفصح بالتفاصيل عن الموضوع. الخبرية عن نار حامية؟ نعم، اكثر من حامية. أكثر من حمي، يعني رح تقدم طبق شهي وسخن قريباً جداً؟ أنا ما بقدم طبق، أنا بشوف الطبق. بعدك بهي المرحلة؟ أنا بقدم طبق بتلفزيون لبنان، بغير تلفزيونات بشوف الطبق. بتشوف وبتراقب وبتعطي نتيجة. حكمك. ونتيجتك أي متى رح تبلشوا؟ ما بنعرف. ولا حتى في هيك مونة على سهرة عمر نعطي تفصيل ولو صغير؟ اللي بدك إياه مع الشيف أنطوان تكرم عينك، إلا هالشيء قلت لك هونيكي، بتشوف العين ما بيحكي اللسان. صحيح. هيدي الثرثرة اللي ما بتوصل لمحل، وهالقد حريص بفترة ديول المشاهير كانت عليك. لو ما كان عندي هالشغلة هيدي ما كنت بسلموني رئيسة الامتحانات الرسمية لكل لبنان الفندقية. هالتكتم وهالمهنية بالعمل. مهنية، أنا مهني. هيدي مهنية بالعمل. كيف كانت علاقتك مع الصحافة بفترة ديول المشاهير؟ يمكن لأنه هيدي الفترة اللي كان فيه فنانين، كان فيه تعاطي يمكن مباشر أكثر مع الصحافة. كتير حلوة، وكلهم تفاعلوا وكانوا يعطونا كتير أصداء حلوة، ونحن كنا نعطيهم أصداء حلوة، وكان التعليق كله على شيء مميز ومختصر، وكان إنه كيف مثلاً شو رد أسامة عليك، شو أنت رديت، هل تنتقد ما بننتقد، هيدي دوره، هذا شغلته. وأنا وقت بدي يكون حكم بدي يكون بدوري وبشغلتي، بس أنا كان في شوي هيك يصير مثل ما قلنا، لأنه ما كنت أنا إنه مركز على الغنية، يعطوني الأغاني السهلة، صاروا يعطوني أغاني شوي صعبة، غيّلنا بالمعنى. رح تكون حكم قاسي لأنه هذا ملعبك. لا ما بكون، ما بكون حكم قاسي، كون طاري بس بالنتيجة في فائز. يعني رح تكون حقاوي إذا فينا نقول هيدي. مش رح كون، أكيد حقاوي. أكيد حقاوي بهيدا الموضوع. ما بكون إلا حقاوي ولا ما بعمل برنامج أبدا. في شروط ولو. في شروط للمشاركة بالنسبة لك، يعني شو أول شرط هيك؟ يعني إذا مش موجود ما بتشارك بهيك نوع برامج شيف؟ على أول شيء المهنية الموجودة ككل بالبرنامج، لا برنامج ضخم، برنامج حلو، في إعداد حلو. هلأ في دور بيصير تاني، هذا الدور التاني شغلنا بيصير. مع كل التفاصيل المتكتمة نحن نتمنى لك بكل خطوة خير، لأنه بتستاهل كل خير شيف أنطوان. يعني كمان في سؤال يلي المشاهدين كانوا عم بحاولوا يحذروا، وعطيناهم كمان شوية معلومات، أنه لك 19 سنة بتلفزيون لبنان. أي سنة بدأت؟ بال98. هو الجواب الصحيح. على كل حال انخلطت الأرقام، الكمبيوتر اختار شخص مثل كل ليلة لنشوف الليلة بحلقتك شيف، مين رح يربح ليرة ذهب بهالشهر الفضيل؟ مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور، رمضان كريم، مين معي؟ إكرام الحاج حسن. يا أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بيكون شهر خير يا رب. حزرت إنه ب 98 بتابع شيف أنطوان؟ إيه كل يوم أكيد. كل يوم دائما، وإن شاء الله بتضلك تتابعي على طول. خبرينا كيف الأكل عندك، خبرينا. كثير طيب. صحة وهنا ورمضان كريم، صحة وهنا. ألف صحة. رمضان كريم عليكم. شو عملتي اليوم إفطار هيك على السريع؟ يوم كوسة وملفوف وفتوش وشوربة.
برافو، صحة وهنا، خلطة طيبة. إن شاء الله بكون خير يا رب، وبتضلكم مجموعين مش بس بشهر رمضان، دائما على الخير حضرتك وعائلتك. ليرة ذهب من نصيبك تقدمت إدارة تلفزيون لبنان من سهرة عمر. شكرا لك ورمضان كريم. هيدي فرحة العيد اللي منتشارك فيها مع الناس، وفرحة العيد اللي منتشارك فيها مع نجوم منحبهم وبحبونا. شيف أنطوان، نحن منتمنى لك كل خير. ضيف عزيز مع كارت بلانش، ساعة اللي بتحب توصل على سات سهرة عمر بهالليالي بتقلنا أنا واصل. سلم عليكم، أهلا وسهلا فيك، وكانت حلقة بوجودك منورة. أنا بشكرك شادي، بشكر كمان باتريسيا سماحة، وبترس خالد، وبشكر خالد المولى، بيير حداد، كمان جورج حداد يلي هو كمان بالنهار بيكون مخرج لإلي، كمان الشباب من جعجع، من إبراهيم، من جورج، من كاركي، وكل المصورين، العائلة الكبيرة طبعاً، كلها مجتمعة. وأكيد انبسطوا مع عبد يلي كلهم موجودين هون، بشكرهم وكل القيمين على تلفزيون لبنان، نوجه لهم ألف تحية وتحية، ونقول لهم رمضان كريم. أكيد، وما بدنا ننسى صوت وليزات وكل الأشخاص، يعني ما بدنا ننسى هذا الكل بمحبة كبيرة وببوسة كبيرة للكل. شيف أنطوان، شكرا لك لهالحلقة. بدي أطلب منك بختام الحلقة تاخذ القلم وهيك تترك لنا سوفينير صغير، كلمة لا سهرة عمر من القلب للقلب. شكرا لك، كنت منور شيف أنطوان الحاج بهالسهرة. مشاهدينا، أنا برجع بلتقى فيكن بسهرة بكرة. ضيفي بالحلقة 13 من سهرة عمر هو الفنان يوري مرقدي. تصبحوا على ألف خير.